وإلينا الأستاذ في القانون والمحامي سيد نجيب بطاو. مساءك سعيد، جمعة مباركة. إذا نتحدث منذ يعني أشهر تحدثنا عن تعليمات وزارة التربية الوطنية بخصوص الوظيفة العمومية أو للأشخاص العاملين في قطاع التربية فيما يتعلق بالنقاب. هذا الأستاذ تابع لوزارة التعليم العالي، التعليم لا تمس وزارة التعليم العالي. هل كان تضعنا في الصورة أكثر من الناحية القانونية سيد نجيب بطاو؟ لأن هذا الأستاذ حسب شهود العيان قال بأن القانون يمنعك من الدخول إلى قاعة المحاضرة بسبب نقابك. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مباركة أختي هاجر، جمعة مباركة لكل متابعي قناة النهار. في الحقيقة هذه المسألة أثارت جدل في الآونة الأخيرة. من الناحية القانونية لا يوجد قانون يمنع طالبة من ارتداء نقاب أو حجاب والحضور إلى المحاضرات في الجامعة. هذه المسألة الأولى اتفقوا عليها. إذا في تقديري المتواضع أن هذا الأستاذ قد تعسف وخرق القانون، وما قام به التصرف الذي قام به تصرف غير دستوري وغير قانوني، وهذا يدخل في سياق الحريات الفردية. الحريات الفردية خاصة أنه الجامعة يفترض أن تكون صرح للحريات، صرح للحريات. وارتداء امرأة متزوجة النقاب لا يؤثر بأي حال من الأحوال في مسار المحاضرات التي تلقى في الجامعة. ويجب أن نفرق بين التعليم، لأنه فيه ربما سوء فهم من قبل هذا الأستاذ اللي فهم خطأ التعليم تاع وزارة التربية. هذه تتعلق بموظفي قطاع التربية الإداريين والمعلمين والأساتذة تاع قطاع التربية اللي التعليم تمنحهم من ارتداء النقاب. وأنا هذا أيضا في تقديري المتواضع، أيضا حتى التعليم هذه مخالفة للدستور. أكيد مخالفة للدستور، لأن الدستور ينص على الحريات الفردية. الآن ما هو الدافع وما هو الداعي اللي يخلي هذا الأستاذ يطرد هذه الطالبة من المدرج؟ لا يوجد لا دافع ولا داعي أمني، لأنه هذه طالبة تحضر في المدرج ساكتة، ما تتحركش، تتلقى الدرس وتخرج تروح. ما هو التصرف القانوني ربما الذي لابد أن تسير إليه هذه الطالبة فيها وضعية مماثلة؟ لا، هذا هنا الطالبة من حقها تلجأ تقدم تظلم للإدارة. هذا الأستاذ تعسف بحقها وما كانش قانون، ما أنا راني أستاذ في الجامعة، ما كانش قانون اللي يمنع دخول الطالبة وحضورها المحاضرات أو الأعمال التطبيقية بالنقاب. ما فيش قانون اللي يمنع. حاجة واحدة ربما في الإدارة، في الإدارة تاع التعليم صادر عن وزارة التربية مش عن وزارة التعليم العالي. وزارة التعليم العالي يعني في حسب معلوماتي لحد الآن ما تدخلتش في هذا الإطار إطلاقا. وكاين محاولات في السنوات الماضية حول بعض الحالات تاع الألبسة المعينة، الوزير في حجار دخل وقال ما فيه ولا تعليمات في هذا الإطار هذا. أكيد. إذن هذا مساس بالحريات الشخصية للأفراد. حتى يعني وصلنا إلى ختام تقريبا هذا النقاش سيد نجيب بطام، إذا توافقني الرأي، قبل سنوات كنا نستهجن قرار بعض الجامعات الأجنبية أنها تمنع النقاب في دولة أو في بلد غير مسلم، لكن اليوم نعيش يعني ولو أنه الحالة شادة وفردية جدا حتى لا نعممها. فردية جدا. شوفي أختي هاجر، إحنا ما ندخلوش في الجدلية تحلال وحرام، هذا مش، ولكن من ناحية من ناحية الحريات مثلا. في وقت الاستعمار الفرنسي ما منعش على المرأة الجزائرية ارتداء الملاية والعجار، الحايك والعجار. في وقت الإرهاب في العشرية السوداء الدولة الجزائرية ما صدرت ولا تعليمات لتمنع النساء الموظفات ولا العاملات من ارتداء النقاب في وقت الإرهاب، وإن كانت الوضع كانت دواعي أمنية. الآن 2018 الأمن مستتب، ما كان حتى خطر، علاش يمنعوا هذا الأمر؟ وكذلك وأنت أستاذ بالجامعة كذلك يمكن التعرف على الطالبة ولو أنها بالنقاب، حديثها مع الأستاذ ولو محاضرتك يمكن له أن يتعرف عليها. نعم أختي، بحديثها إليه. إحنا في حالة الامتحانات، في حالة الامتحانات في الجامعة بإمكان أستاذ ولا أستاذة اللي تحرص في الامتحان جيت تقدم من طالبة تعليم دار نقاب، قال أنا هناك حلول دائما باش تتأكد. لا، هذا استثناء، هذا قانوني، لازم تتأكدوا من هوية الأشخاص اللي حاضرين. ولا حرج في ذلك، ولا حرج تجي استاذه قال نحي النقاب، تنحي ربط النقاب، تشوف الصوره تاعها في البطاقه تاع الطالب لما تلقاها هي نفسها الشخص، تعاود ترب النقاب. وهو امر عادي جدا ويحصل في جامعاتنا، تعامل معه بطريقه عاديه. هذا باطل اريد به حق، وهو تصرف فردي فقط سيد نجيب بطام. هذه اذا باش نغتنم الفرصه برك نقول لك انا كمحامي، انا ماذا بيا تجيني حاله من حالات تاع امراه متنقبه باش نرفع باسمها دعوه
في المجلس الدستوري عدم دستورية هذه التعليمات. أكيد أكيد نقطة مهمة جدا. ما نقدرش نرفع دعوة هكذا بدون شخص متضرر. أكيد. باش تكون عندنا الثقة. أكيد سيد نجيب بيطان. وتكون سابقة في القضاء الجزائري ناقشوا هذه المسائل على المستوى القانوني. أكيد هذه القضية مهمة جدا تحرك طبعا الرأي العام وممكن أن تحدث تغيير كذلك. سيد نجيب بيطان أستاذ في القانون والمحامي، جزيل الشكر لك على هذا التوضيح.